انا ما احب اكثر انا عليكم مني عن جد بحب ضيف شويه ليمون فوقه بنفس الوقت بحب ضيف شويه كاتشب هيك كيف عم ترقص معه؟ عين مالك يشوفك وينك يا مالك؟ عادي خليه يطلع ما تجوز ولسه عادي الا لا عادي هي عادي اصلا هي البنت كثير على نيتها كثير جدبه خلصي بس عن اذنك سوري انا بعد الاكل كنت شوي وحنام فقلت لسيسي مشان ما انام الهي حالي باي شغله فخلينا نسوي المفرش تبع التخت لانه ما سوينا امبارح خلينا مشان ينشف كتير منيح بس اول شيء سيدا وين الغطا تبع الهي عليكم اول شيء خلينا نسوي الشرشف كتير منيح لانه هذا تلبيسه فيكم تقولوا مو كتير سهل يعني هو سهل ما فيه شيء بس بلبك سيدرا وين الملطف تبع الفراش والبيت؟ مو موجود هنيك؟ لا عادي استغلني بس خلينا قوية منيح هاي بس نخلص شو رأيك؟ يعني إذا بدك تسحبي من عندك؟ قوتي منيح وكام هنيك؟ صار مكوي كوي هذا كثير غريب شو؟ يي البريق مكوي كوي هيك اليوم نومي نظافة غير بحسه براحة نفسية هلا هذا اللي بيعذبني انا بس على فكرة لساته كسي مرطب بس ما بيأثر هلا بينشف هاد بده يوم كامل لأنه ينشف لأنه كبير ايوه حطيه هنا روض بنتهوت ايدي من جوا كيف كنت عاملة؟ هيك من جوا هاتي جميلة هاي ايوه هيك وهات الشرشف بابيض ما توتريني لازم هيك بدها طلع انا هون دقيقة يلا دقيقة ايوه هيك
شو صار؟ شو في؟ صار؟ لك ايه ايه صح فوتي ايدك من هون اختي. ايه ايه فوتي شو بكي؟ طولي بالك هيك؟ ايوه هيك كم؟ دقيقة شوفي انا اخذت العكس. لا لا صح ليك ها؟ نفس انا وياكي. نفس انا وياكي. اه اوكي اوكي. يلا امسكيها هيك. لازم سيدي رح يزيلي شو؟ كثير يفوت. كثير ايه؟ شدي منيح دقيقة شدي ايوه شايفين عم نتفنن هلا انا وسيسي لك شدي من عندك عم شدي هيك ايوه يلا حطيه هيك على شو الزوايا الاوايا لا لا هلا فوتي هاي بالزاوية من هون فوتي هاي فوتي هذا بدهم بلش في اثنين لحتى يساوي صح 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 هون شو عملتي هنيك انت شو خبصتي بس فاهمين خذيها هيك وبس هيك خذي اماني من جد دقيقه يلا لازم نفوت من هيك اوكي زرري بس نزلي كتير منيح لتحت لاني ما رح اعكفه هلا مشان ينشف اكثر نزلي نزلي اكثر من عندك شدي ساعة طول بتوتريني بهالحركة لك شدي ما بتشد لانه هون مساحة كثير ضيقة شدي ليه استني ليش كان هيك بتنضم عادي بس شدي بس جيبي المخدات لك لبستيهم البيض ولا لا؟ هذا بنستخدمه للجسم تمام؟ بس انا بصراحة ريحته حسيتها ريحة نظافة كتير فقلت لها سيدرا خلص بنخليه الفرش بشكل عام بتحسوا حالكم عزلتوا لان هيك ريحة الغرفة بتصير بتجنن بتجنن خلصنا مفرش التخليط وانا شو بدي اعمل كان بدي ادور اذا عندي تنت ولا لا لانه انا بالعادة ما بنقطع فمهديك المرة كان بدي اشوف وما صح لي لانه انا حاطه تقريبا مكياجي بدرجين تمام يعني حاطتهم شوف هلا باول درج اذا موجود ولا لا لانه بتذكر انا بهذا البوكس هون حاطه مكياجات جديده ما لي مستخدمتها هو عندي كمان من هذا انا هاي الاضاءه كثير بحبها اذا بتتذكروا اخر مره وصلني منها بوكس هذا اي شادو هذا جلو انا على ما اظن هون ما في تنت يعني اي ثينك اه بدنا احنا نشوف كمان بدي اتاكد اذا في موجود جيل حواجب على فكره انا احساسي ما بخير هذا جيل حواجب يمكن شوفوا
ما أوصل. شايفة سيدرا؟ شو؟ عندي جل حواجب. ايه ايه طلعي. هي طلعي. ليكي دواي. ايه انت وصل بصراحة وقت توصل بصراحة. وصل لما قلنا بصراحة. صراحة وصل يعني. كان بدي صالحك انه وصل. هلا الوقت المناسب اني صالحك انه وصل دواكي. بعرفه انه وصل. فسيدرا قبل ما نسافر اشتريت من الصيدلية واصلا كانت اوريدي موصية بس انه انت عادي بدك تستخدميه. ايه لسه عادي. ايه خلص خليك يا هون. اوكي هلا جاي الحواجب لقيت. شيريها هيك كبير. يا لوري سيسي شوي هذا جزان شو فيه؟ ما فيه شيء. هذا ايه كيوت جزان طفي فلوس بس يجي على بالي بستخدمه. ايه بدي رجع هذا لهون بشوف بالدرج الثاني اذا بدي لاقي تنت لانه هون ما لقيت. لاني انا متذكره وصيت اخر فتره وهي الصابونه للبشره هاي ذاكرين استخدمها بس مو هلا في كروتي مش الفلوس وهي صابو شايفه في واحد ثاني في واحد ثالث على فكره ما في غير دوري عم تمزح لانه انا اطول بتذكر انه انا على طول عندي يعني متواجد انه انا عندي تنت ما بنقطع منه فحشوف هلا بالدرج الثاني ما نسيت كثير دورت وما لقيت اوكي هلا هاي العلبه بتعرفوها اضاءه بتعرفي هذا اللون اللي عم جربه هلا بدي جرب هذا اللون هذا حلو هذا وهذا حلو بس هذا برونزي فهمتي بس العلبه كتير كيوت شايفين هاي شكل العلبه هاي سيدرا هون تطلع على المرايه اوكي هات شو هذا مفتاح عن جد شكله ما عندي تنت ما عندك ما عندك انت نسياني دورتي بالبوكس الزهر على فكره البوكس الزهر معبى مكياج جديده دورتي فيه ما في طب دورتي فيه لا إيه ليش عم تقولي لا ليش عم تقولي ما في لانه اذا انت مالك مدوره فيه ليش عم تقولي ما في طب خلونا نشوف البوكس الزهر روح جيبي انا هذا البوكس على طول بنسى هاد طلعتي جديد ايه من القديم ايه من القديم شوف هلا اذا في البوكس على طول بنسى وحاطة أشياء فيه هاي بدي اياها مش مش شوف هذا شو هذا تخطيط لونه كثير حلو بحب انا هاي الالوان طب انا ليش ما حاطه بالدرج لانه لونه كثير حلو فرح خليه بما انه هلا لازمني نشوف هذا اللون كمان هذا اللون شكله حلو ولا لا هذول انا عندي منهم لا عندي منهم هذول بيجوا هيك شوفوا يعني عندي منهم مفتوح لمعتهم حلوة على الشفايف هيك فما رح افتحه لانه عندي منه كذا لون حاليا اوكي شايفين انا لما بقلكم شي صدقوني لا ما تصدقوني لانه هذا مو تنت هاي حمرة عادية مو تنت بس كنت مفكرته تنت بس ليكو لونه كتير حلو بس عندي